الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بين الأقرباء كن دائما حمامة السلام، ومن يجمع بين المختلفين والمتفرقين. من الطبيعي أن يحدث الخلاف ما بين الناس، سواء كانوا غرباء أو كانوا أصدقاء أو كانوا أقرباء. ومن الطبيعي أن ينبري أهل الخير للإصلاح بين المختلفين حتى لا يقع النزاع والقتال بينهم. من الأمور التي غالبا ما تقع هو الانفصال بين الزوج والزوجة نتيجة الخلافات. حينما تكون أنت بعيد عن شخص يمكن تحبه وما عندك مشكلة وياه، لكن حينما تعيش معه في غرفة واحدة، فأولا الشيطان يحاول أن يفرق بينكما، وثانيا من الطبيعي أن تتناقض مصالحكما. الزوج والزوجة يعيشون ويا بعض سنوات، حتى أنك أحيانا تتعجب، يقال أن فلان طلق زوجته بعد 50 عاما من الزواج. تقول عجيب، 50 سنة وتاليها طلق؟ لأنه عاش 50 سنة طلق، كان يعيش وياها طوال هذه المدة، وكذلك هي عاشت معه طوال 50 سنة. الخلاف يقع شئنا أم أبينا بين الأقرباء لقرب بعضهم إلى بعض، أو لتناقض المصالح، أو لأي سبب آخر. والشيطان أيضا يدخل في الخلافات ويكبرها حتى تنتهي إلى المقاطعة أو إلى الطلاق. ما هو دورك أنت؟ دورك أن تكون حمامة السلام في الخلافات التي تقع بين أقربائك وأرحامك وأصدقائك. حدث أن انفصل أحد أقربائي عن زوجته فترة من الزمن، ما وصل إلى حد الطلاق، لكن انقطع التواصل بيناتهم. في مناسبة عائلية التقيت بابنهما، فقلت له: كيف أحوال والديك؟ ألا يزالان متزوجين منفصلين؟ قال: نعم. قلت: هل هناك إمكانية لكي تعود المياه إلى مجاريها بينهما؟ قال: أشك في ذلك. قلت: كلامك صحيح، من دون تدخل طرف ثالث فإن الشيطان هو الذي يملأ الفراغ. بس إذا كان شخص آخر ينطق باسم الرحمن فلن يتدخل الشيطان. قال: ماذا تعني؟ قلت: تحول أنت إلى حمامة السلام بينهما. قال: كيف؟ قلت: أصلح بينهما وحاول أن تمدح أحدهما أمام الآخر، أن تقرب وجهات نظرهما، أن تعيد علاقاتهما إلى سابق عهدها. قال: نصحتهما بذلك ولم ينفع. قلت: إن المصلح يحتاج إلى أكثر من قضية النصح. لو كانت النصائح تنفع لنفعت نصائح الأنبياء، نصائح الله ومواعظه لعباده، وأنه نصحتهما بذلك. المصلح يحتاج إلى أن يتصف بمجموعة من الصفات، منها الصبر والمثابرة وتقريب وجهات النظر والحكمة. لا يكفي أن تنصح الطرفين مرة أو مرتين، كما يحتاج المصلح إلى أن يستخدم الأسلوب الصحيح الذي يتناسب مع شخصية من يريد إصلاح. فإذا كان الشخص عنيدا
فلا يمكن أن ندخل معه في عملية الإصلاح بشكل مباشر، أحيانا تحتاج إلى أن تصلح بطريقة غير مباشرة. ما يكفي إذا كان خلاف بين والدك ووالدتك، تجي عند الوالد وتمدح الوالدة أو عند الوالدة وتمدح الوالد وتدينهما في وجههما، تمدح الطرف الآخر وتدين الطرف الموجود، هذا ما يكفي. أحيانا هذا الأسلوب ما ينفع، نحتاج أن نسلك طريق غير مباشر أحيانا. وذكرت لهذا الأخ أن من أساليب الإصلاح أن تأتي إلى كل واحد منهما وتقول أن الطرف الآخر قال فيك أفضل ما يمكن أن يقال في شخص. قال يعني أكذب؟ أنا أقعد ويا أبويا أتكلم على أمي، أجلس مع والدتي تتكلم على أبويا. قلت شوف، من الناحية الدينية يقول الحديث الشريف لا كذب في الإصلاح، يجوز الكذب حينما تريد أن تصلح بين الطرفين. إذا كان أبوك يتكلم ضد أمك وانت جلست ويا نصف ساعة وكل حجة عليها، وهذا أمر طبيعي، أي واحد يريد يبرر لنفسه ما يفعل فيتهم الطرف الآخر، قوم من عند أبوك تعال عند أمك قول الآن كنت عند والدي مدحك مدح لم يمدح المجنون ليلى في التاريخ، أذكر لها أنه كان يذكر صفاتها الحسنة وكان يتمنى العودة إلى العلاقات الطيبة بيناتهم. وإذا كانت أمك تذكر مثالب أبيك فروح عند والدة قول أنها تذكرك بخير وتتمنى لك كل خير وتتمنى الرجوع إليك. ولا تنسى هنا أنه كما يتدخل الشيطان في الباطل فإن الله يتدخل في الحق، كما يتدخل الشيطان في الشر فإن رب العالمين يتدخل في الخير. ربنا يسدد خطاك في الإصلاح. فعلا هذا الولد تدخل بين والده وتم الإصلاح بين الرجل وزوجته بسبب ابنهما. من ضروريات الإصلاح بين الأقرباء أن يكون المصلح مثلا متفائلا دائما، مو متشائم، وأن يكون إيجابي، يرى احتمال الإصلاح قائما مهما كانت فرص الإصلاح قليلة. وكلما كان المصلح مرحا متفائلا إيجابيا كلما استطاع أن ينقل حالاته النفسية هذه إلى من يريد إصلاحه. من أهم ما يحتاج إليه المرء لإصلاح الشخص أن ترفع معنوياته. لا تنسى هذا اللي دخل في صراع مع طرف آخر معنوياته منهارة، احترامه لنفسه قليل، ما يشعر بمعنويات عالية، يشعر بالهزيمة، يشعر بخيبة أمل، يشعر بالفشل، أحيانا عنده اكتئاب، وهذا يحتاج إلى أن يقوم شخص ما بين الأقرباء برفع معنوياتهم. الالتزام بالتفاؤل والإيجابية أمر ضروري لجمع المتفرقين، لأن المطلوب من المصلح أن يقوي الكفة الأخرى. يعني مثلا في بال هذا الزوج الذي انفصل عن زوجته في باله أنه مثلا زين سوى هذا اللي عمله، أنت تريد الكفة الأخرى هاي تقويها، أنه من الأفضل العودة إلى الزوجة. فإذا كان الشخص متشائم ويتذمر ممن حوله، على المصلح أن يزيد تفاؤله. يعني إذا قال هاي المرأة ما تصلح لازم يجيب له أمثلة وبراهين وقصص وحكايات على أنه لا كل إنسان يمكن أن يتغير يصير جيد يصير زين. وهذا يتطلب أنه نفس المصلح يكون إيجابي وعنده مخزون من الأفكار الإيجابية، لأن الأقرباء دائما يحتاجون إلى وسيط إيجابي مع الجميع. فحاول أن تكون أنت ذلك الوسيط. وبالتأكيد من عرف أهمية هذه المهمة، مهمة الإصلاح، لن يتوانى عن أدائها مهما واجه من صعوبات.
ومهما واجه من صدود. أحيانا الشخص يقول والله أنا دخلت بيناته ما فات. كم مرة دخلت؟ 100 مرة؟ إذا 100 مرة دخلت وما فات ما يخالف، لكن مو مرة ومرتين، لأن أجرك هواية. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إصلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. فكن دائما مع الأقرباء والأرحام ومع الأصدقاء والجيران حمامة السلام. والسلام عليكم ورحمة